السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بشرح درس القوى. طلبوا مني شي تلاميذ ونشرحوا درس القوى. إذن حينما نقول القوى يعني هناك ما يسمى بالأساس والأس. الأساس يعني لاباز حركة الآتي، لاحظوا معايا مثلا أس أن، هذا كيتسمى أساس القوة. عفوا هذا أس القوة، وهذا كيتسمى أساس القوة. إذا أعيد، أن كيتسمى أس القوة وهذا أساس القوة. إذا هذه كاملة كتسمى القوة، هذه مكتوب على شكل قوة، هذه كاملة أس أن، يعني هذا العدد أس أن مكتوب على شكل قوة، بحيث ان ينتمي لزد. زد يعني يمكن يكون صحيح طبيعي يعني موجب، ويمكن ياخذ صيغه سالبه، اما يكون الاس عدد صحيح ما يكونش كسر، ما يكونش فيه زد المربع، يكون فيه الزائد ولا الناقص ماشي مشكل، مثلا ناقص 3 ولا زائد 4، المهم اما يكون الاس موجب ولا يكون الاس سالب. واخا، اذا القوه التعريف ديالها مثلا الى قلنا اكس عامل اكس عامل اكس عامل اكس مثل ان مره، هذه الكتابه ان مره، هذا كيعني ان هذه الصيغه كامله، هذه العوامل هذا كاملين اكس اكس اكس، لا كتلاحظوا بان عندنا نفس الاساس، نفس الاساس اكس اكس اس واحد اس جوج اس واحد اس واحد اس واحد، هذا تلخر هتولي هي اكس اس ان، يعني اكس مدوبلة مدوبلة تنقولو الضرب، يعني ضرب 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 ضرب، تعطينا اكس اس اس ان. بحال اش؟ بحال مثلا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، بارك عليا غير هنا هاد المثال ناخدوها، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا تكون ثلاثة اس خمسة، يعني أن ثلاثة خمس مرات، يعني خمس مرات. هذه وحدة التعريف من التعريف. ثم عندنا إذا كان الأس عدد واحد، يعني عدد واحد مثل أ أس واحد كتساوي أ، بمعنى إذا درتي مليون أس واحد راه كتساوي مليون، تبقى العدد نفسه، تبقى العدد نفسه. كذلك إذا درتي أ أس صفر، إذا كان الأس يساوي صفر فإنه كيساوي واحد، بمعنى إذا درتي مثلا 234617 أس صفر راه كيساوي واحد. هذه كنا نبرمجها عليها كالآتي، لاحظوا معايا، غندير أ أس أن ناقص أن، أن ناقص أن تساوي صفر، هانتوما أ أس صفر أ أس صفر كتساوي أ أس أن ناقص أن، هاد الصفر عوضتو بأن ناقص أن نفس الأس، هادي هي أ أس أن في أ أس ناقص أن، اللي هي غادي نشوفو إن شاء الله واحد القوة أ أس ناقص أن هي واحد على أ أس أن ناقص أن، هبطات لتحت ولات موجب، حنا غنشوفو هاد القاعدة. واخا انا قريتوها في السابعة وقريتوها في الثامنة، وإنما حنا غنشوفو إن شاء الله هاد الخاصية ديال أ أس ناقص أن كتساوي واحد على أ أس أن، هاد الأس هذا سالب، إلا انتقل من الوسط للمقام ولا من المقام للوسط يتغير إشارة التي تسبقه. هنا كاين عندنا الضرب، يعني يمكن لي نختزل بأ أس أن، شنو كيبقى لي؟ واحد، يعني أي عدد أس صفر يساوي يساوي واحد، أي عدد أس صفر يساوي واحد. ثم من الخاصيات هي هذه اللي قلنا دابا، واحد على أ أس أن كتساوي أ أس ناقص أن، ثم واحد على أ أس ناقص أن كتساوي أ أس أن، هذه نفس الخاصية، يعني إذا كان هنا الأس موجب وطلعنا الفوق تنغيرو الإشارة، إذا كان سالب كنطلعو الفوق ردون موجب. مثلا ثلاثة على أربعة أس ناقص سبعة تساوي ثلاثة عامل أربعة أس سبعة، لأن هذا ناقص طلع فوق، هذا في ولا الضرب
هاد القسمة هادي ولا الضرب وضربنا في 4 أس بعد ناقص 7 درنا أس 7 يعني غيرنا الإشارة ديال العدد مثلا جوج على 5 أس 3 تولي هي 2 في 5 أس ناقص 3 هي 5 هي 2 في 5 أس ناقص 3 فغيرنا الأس كان موجب طلعنا الفوق ولا سالب إذن فاش كيطلع هذاك العدد الأساس كيطلع بالأس ديالو هاد الأساس 4.3 بالأس ديالو غيرنا له الإشارة الأس ديالو غيرنا له الإشارة كذلك هاد الأساس 5.3 غيرنا له الإشارة مثلا عندنا 9 أس ناقص 4 هي 1 على 9 أس 4 شنو درنا هنا هذا كان في البسطة البسطة هذا راه على 1 هنا هاد 9 أس ناقص 4 راه بسط فاش ربطنا لتحت ولا مقام فاش ربطنا المقام ولا الأس موجب كذلك إذا كان مثلا 7 أس 5 مثلا هذا الأس موجب بغينا نربطو لتحت يولي 1 على 7 أس ناقص 5 شنو درنا الأس كان موجب ربطيناه سالب هذا هو المعنى ديال الخاصية التي بين أيدينا ثم بعد ذلك عندنا الكتابة ديال قوادة الأساس 10 القوادة الأساس 10 هاد الأساس 10 غندخلها مع الكتابة العلمية غندخلهم جوج قوادة الأساس 10 غندخلها مع الكتابة العلمية باش نسميوها هي الرقم إذا عندنا مثلا 10 أس ناقص 3 بمعنى هنا أن كاين ثلاثة الأرقام بعد الفاصلة فاش تكون ناقص كاين ثلاثة الأرقام بعد الفاصلة ماشي الصفر وناس صفر فاصلة صفر صفر واحد واحد جوج ثلاثة قلت لك 10 أس ناقص 5 يعني أن هناك خمس أعداد من بعد الفاصلة وأنت حتى الواحد تيتحسب حتى الواحد تيتحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة أما إذا كان الأس موجب مثلا كالآتي فهذا يعني أن كيساوي 10 و 3 ديال الأصفار بعد 3 أصفار بعد الواحد لأن يعني الأس موجب ولا كانت 10 أس 4 فهذا يعني أن هناك 4 أصفار بعد فاصلة كانت أس 6 10 أس 6 يعني أن هناك 6 أرقام بعد 6 أرقام بعد الواحد إذا الفرق ما بين فاش يكون الأس سالب والأس موجب فاش يكون سالب كندير الفاصلة ونحسب عدد الأرقام وكنحسب لواحد أما فاش يكون عندنا الأس موجب ما كنحسبش لواحد كنحسب الصفر كنحسب عدد الأصفار بعد بعض الرقم مثلا كانت عندي 3 فاصلة مثلا 4 5 6 7 8 عندي شحال من رقم هنا 1 2 3 4 5 هذه كتساوي شحال كتساوي 345678 مضروبة في 10 أس ناقص 5 لأن عندي مشان انتقلت هنا انتقلت بخمسة أرقام نحو اليمين انتقلت بخمسة أرقام نحو اليمين فكان الأس سالبا فكان الأس سالبا انتقلت بالفاصلة ثم إذا كان عندي مثلا العكس 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 من هنا لهنا من هنا لهنا مثلا عندي 3 4 5 6 7 8 ما عندي لا في لا والو نفس العدد ولكن ما عندي لا في 10 ولا والو بغيت انا نرد 3.4 5 6 7 8 ولا ندير 34 كاع باش ما تخلطليش مع الاولى هذه 34 فاصلة انا هنا كاين عندي الفاصلة هنايا كانت صفر هنا لان اي عدد راه فاصلة صفر كما كان نوع العدد الصحيح الطبيعي او النسبي راه فاصلة صفر في الاخر إذن هذه الفاصلة قلتها بأربعة أرقام يعني حطوا معايا 1 2 3 4 إذن غنضربها في 10 أس 4 علاش نقلت الفاصلة نحو اليسار هنا نقلت الفاصلة نحو اليمين هنا نقلت الفاصلة نحو اليمين وهنا نحو اليسار فهذا بالنسبة للأعداد ذات الأساس 10 كيفاش كنتعاملوا معاهم عشرة كيقصدوا بها الأساس 10 هو 10 كتشوفوا هي أساس 10 نتوما كنتو كديروا قبل كنت كان مثلا كنعطيك 3.14 كدير كتساوي 314 على 100 لاحظوا معايا كدير 3.14 هي 314 على 100 أنا قبل لأن كاين جوج الأرقام بعد الفاصلة هادشي اللي كنشوف في السبعة والثمانية
اللي هي 314 مضروب على عفوا على 10 أس 2، لأن 100 هي 10 في 10 رجعنا للأنس الموجب، يعني جوج أرقام بعد الفاصلة. فأنا فاش حيدت أنا جوج أرقام فاصلة بديتها أس 2. هاد أس 2 طبقت عليها الخاصية اللي درنا عاد دابا هنايا، هاد القواعد هاد اللي درنا دابا هنايا هادي. غادي نحاول داك الأس 2 طلع الفوق، شنو غتولي؟ لاحظوا معايا الأس كان الموجب غيطلع الفوق يولي سالب، شنو غتولي؟ تاني 114 مضروبة في 10 أس ناقص 2، لأن كان زائد 2 طلع الفوق ولا ناقص 2. هذا هو البرهان بالنسبة للقاعدة ديالنا فاش يكون ذات الأساس 10، يعني يكون موجب ولا سالب. كاين بعض المرات كيكون الأساس لتحت سالب ويطلع الفوق يولي موجب، بالنسبة لنا هنايا أس 2 طلع الفوق. هذا هو المعنى ديال هذه الخاصية ديالنا، بغيتو نزيدو تمكنو منهم. واخا نمشيو نشوفو هادو القواعد الأساسية اللي غنكتبو دابا ديال القوة، هادو خصو يتحفظو عن طريق بحال الشكل في المصطلحات العامة، تيكونو محفوظين. شوفو عندنا إلا كان عندنا جدا جوج ديال الأساس، جوج ديال القوى لهما نفس الأساس، هنا أساس أ وهنا أساس أ، جوج منهم عندهم الأساس أ، أش كندير؟ ردو البال، عندي هنا الضرب ماشي الجمع ماشي الفرق، عندي الضرب فكتساوي أ أس إن زائد إن، فكتساوي أ أس إن زائد إن. ما نساوش بأن غادي تكون عندنا إن وإم عددين، إم وإن عددين ينتميان إلى زد، كذلك أ يكون عدد غير منعدم، أ يخالف صفر يكون موجب وغير منعدم، باش تكون مزيانة قليل. إذن أ عدد غير منعدم، فاش يكون عندي أساسين جدا أساسين لهما أس مختلف كنجمعو الأس الثاني. كيف ذلك؟ لاحظوا معايا 3 أس 7 في 3 أس 5 كتساوي 3 أس 7 زائد 5 اللي هي 3 أس 12 شنو درنا؟ جمعنا الأس الثاني. ثم عندنا من خاصيات أ أس إن على أ أس إن كتساوي أ أس إن في أ أس ناقص إن، شنو راح ندور؟ رجعت بحال الأولانية، لأن الأس هنا موجب طلع الفوق، فاش طلعنا أ أس إن الفوق ولا ناقص إن، هنا عندي نفس الأساس غنجمعهم وتولي أ أس إن زائد ناقص إن اللي كتساوي أ أس إن ناقص إن، لأن زائد ناقص تعطي ناقص، واخا يعني أن أ أس إن على أ أس إن كتساوي أ أس إن ناقص إن، يعني فاش يكون عندي خارج ديال واحد القوة لها نفس الأساس، هاد الأس اللي كاين عندي في المقام فاش كنطلعو كيولي ناقص إن، يعني الفوق فاش كيكون عندي الضرب كيكون عندي المجموع، فاش يكون عندي الخارج ولكن ما تساوش يكون نفس الأساس كيولي هنا ناقص. كيف ذلك؟ مثل 7 أس 3 على 7 أس 5 تساوي 7 أس 3 ناقص 5، هذا الأساس طلع شوف بغيتو ناقص اللي هي 7 أس ناقص 2، هي 7 أس ناقص 2. ثم من القواعد قوة واش كيقصدوا بها؟ لاحظ معايا اش كيقصدوا بها هنايا قوة مثلا أ أس إن الكل أس إن، هي أ أس إن في إن، هي أ أس إن في إن، هذه هي قوة القوة، كنضرب هذا الأساس هذا الأس في هذا الأس، قوة القوة كنضرب هذا الأس في هذا الأس، بحال هذا، بحال 3 أس 2 لكل أس 5، هي 3 أس 2 في 5 هي 3 أس 10، هي 3 أس 10 إذا ضربت الأس في الأس، مثلا عندي 5 على 3 أس 2 أو أس 4 الكل أس 3 تساوي 5 على 3 أس 4 في 3 اللي هي 5 على 3 أس 12 أس 12. المهم هو فاش يكون عندي قوة وقوة كنضرب الأس في الأس، لأن كيكون الأس ومرفوع لأس آخر، الأس ومرفوع لأس آخر، كيكون تما جدا عندي. ثم من الخاصيات مثلا أ على بي
ب يخالف طريق حل صفر و ا تتخالف صفر بجوج بيهم اس ان. هنا فاش يكون عندي خارج ديال جوج ديال الاس اساس مختلف، راه معايا اساس مختلف يعني ماشي نفس الاساس مختلف. شنو كندير؟ كندير ا اس ان كنفرق عليهم الاس. حالاش بحال مثلا عندك 3 على 5 اس 4 هي 3 اس 4 على 5 اس 4 كنفرق عليهم الاس بجوج. مثال اكزامبل اذا 3 اس 4 على 5 اس 4. ثم اذا كان عندي الجداء الجداء مرفوع لنفس الاس كان عندي ا بي مرفوع لنفس الاس كندير ا اس ان في بي اس اس ان اللي هي مثلا 3 جذر 5 لكل اس 7 هي 3 اس 7 عامل جذر 5 اس 7. كنفرق الاس على العددين بجوج بيهم، كنفرق الاس على العددين بجوج، كنفرق الاس على العددين بجوج. ثم من القواعد هو الكتابة العلمية اللي كنت قبيلة نشرحها مع الأساس 10. الكتابة العلمية هي اللي كتشوفوا بزاف في الفيزياء، يعني في الدروس غادي إن شاء الله من ديال الفيزياء كنستعملوا بدل الفاصلة كنستعملوا الأساس 10 باش يكون عندنا الأساس إما موجب ولا سالب، باش يكون الأساس إما موجب ولا سالب. كيف ذلك؟ الكتابة العلمية، الكتابة العلمية خص يكون الأساس محصور ما بين واحد وأصغر قطعة من 10 هذه الأولى، وإن ينتمي لزد إن الأس هذا الأس وهذا الأساس. خاص يكون الأساس محصور ما بين واحد وعشرة، والأس ديال 10 غيكون كينتمي لزد. الكتابة العلمية غتكون كالشكل الآتي: أ عامل 10 أس إن، هذه كتسمى الكتابة العلمية. بحالاش بحال 3 في 10 أس ناقص 5 ولا ناقص 4، بحال مثلا 7 في 10 أس 9 كتابة علمية. مثلا جذر 2 في 10 أس 6، جذر 2 تقريبا راه هي 1.44 هي 1.44 تقريبا يعني يكون أ محصور ما بين 1 و 10. عندك شي واحد يقول لي 36 في 10 أس 5، هذه ليس بكتابة علمية، لأن 36 راه أكبر من 10، راه خص يكون 36 أصغر من 10، خص تولي 3.6 هذه 36 خص تولي 3.6 في 10 أس ناقص أس 1 10 ولا في 10 يعني ما خصهاش تكون، يعني خصني نصغرها 36 نصغرها تولي 3.6. دابا ناخذ أمثلة الكتابة العلمية. مثلا عندنا 3617 قال لي ردوا لي كتابة علمية، شنو ندير أنا؟ هي 3.617، إذا 3.617 راه محصورة ما بين 1 و 10، مضروبة فاش؟ في 10 أس، شحال الرقم أنا جيت بالفاصلة نحو اليسار؟ إذا غندير 10 أس 3، جيت بثلاث الأرقام، لاحظوا معايا عدد الأرقام 3 أرقام، إذا كانوا ثلاثة الأرقام غنجينا بثلاثة في 10 أس 3. اما اذا كان مثلا 0.0004 جوج واحد فهنا العكس، هنا غنمشي بالفاصله نحو اليمين، غنمشي بالفاصله هنا، غنجيب بالفاصله هنا فين درت الفلاش فين درت السهم. اذا اش غادي ندير؟ غتولي هي 4.21. شحال الرقم باش مشيت؟ 1 2 3 4 اللي هي 10 اس ناقص 4 10 اس ناقص 4. مثال اخر 0.0001 2 5. هنا انا بغيت يكون العدد محصور، يعني ديما خص العدد على الاساس يكون محصور ما بين 1 و 10. هنا يكون محصور بين 12 راه كبر من 10، 125 كبر من 10، اذا غناخذ 1.25. اذا درت انا 1.25 هنا فين درت انا هذا السهم هذا هنا جبت الفاصله، شحال نتاخذ 1 2 3 4 اذا في 10 اس ناقص 4. ناخذ مثال اخر 0.0000007 2 3. بغيت نكتب هذه الكتابه علميه، شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا انا منتقل بالرئيس نحو اليمين تال هنا، تال هنا فين الانس 7 يعني 7
0.23 شحال تعتقد ان الحوالياني شحال من رقم؟ شحال من رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا غنضرب في 10 اس ناقص 6، يعني اننا حينما انتقل بالفاصله نحو اليمين فغيكون الاس سالب، وفاش ننتقل بالفاصله نحو اليسار فغيكون الاس موجب. بحال هنا انتقلنا للجهه هي 5.41. شحال من رقم دابا؟ جوج الارقام، 1 2. الواحد رقم هو رقم واحد، الأربعة هي الثاني، اثنان رقمان. إذا كان رقمان نحو اليسار غيكون الأس موجب، حينما أنتقل نحو اليمين اليسار تكون الأس موجب، وحينما أنتقل نحو اليمين يكون الأس سالب، وهذه هي ما يسمى بالكتابة العلمية. وكنكون إن شاء الله نتمنى تكون الجميع فهم هذا الدرس هذا ديال القوى، ونتمنى نكون وصلت ذاك الشيء اللي بغاو التلاميذ. ما تنساوش الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هذا الدرس لجميع تلاميذ 9 اساسي او الكاترياماني اللي كاين في المغرب كاملين. بغينا كلشي يكون يفهم الدروس ديالو عن الاستاذ حميش راشد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله قلنا بان غنديروا ان شاء الله امتحان في الاسبوع الجاي يوم الاحد، غتكون ان شاء الله في الشهر اليوم تكون ان شاء الله تعالى في الاحد الاسبوع الجاي تكون تقريبا 20 في الشهر ولا 21 في الشهر ما كنتعرفش. المهم ان شاء الله الاحد المقبل ان شاء الله غتكون عندنا امتحان غنديروا فيه 3 دروس الاولى، غنديروا فيه النشر والتعميل والمسابقات الهامه والقوه والجذور المربعه، ونتمنى يعني تكون نسبه المشاركه كثيره باش نقوموا بالتصحيح ديالو، وغنعلنوا على النتائج عن طريق فيديو لجميع المشاركين معنا. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.